الحمد لله والشكر، تم إجراء الجراحة، والشكر لله ثم للدكتور البكري وطاقمه ومن اتصل واطمن. يكفيني الدعاء منكم والزيارة في هذه الزحمات متعبة لكم. بهالتويت طمن عبد الله السدحان جمهوره على صحته بعد ما كان دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية، ومثل ما نشر صورة ليه قبل العملية نشر صورة ثانية بعدها وظهر فيها بصحة جيدة. رنا، تعرفي شو؟ اسمعي. هالمشاهد هي من الفيلم الجديد لفيليب عرقتنجي وهو بعنوان اسمعي، ورح يصدر بصالة السينما اللبنانية بتسعة فبراير، ولكنه حب مع فريق العمل انهم يدعوا اصدقائهم والصحافة لمشاهدة العرض الاول. فيلم شبابي، فيلم قصة حب، لازمنا حب شوي، لازمنا حب كتير. أكيد. فيلم جماهيري، معمول لكل الجماهير. فيلم مشغول بنية كتير صافية ومعمول بكتير حب، وهذا اول فيلم بشتغل مع مخرج لبناني من أهم المخرجين فيليب عرقتنجي. وهادي بيلعب دور جود اللي بيشتغل مهندس صوت، وبحكم شغله بيتعرف على ممثلة وبينغرم فيها. بيصير في مثل there's an accident that happens، وجود اللي هو بطل الفيلم بيخسرها لرنا بالهيدا، وبيستعمل الصوت وكل شيء الصوت اللي نحسه بالحياة ليرجع يجيبها لعنده. أنا عم بلعب دور مروة، هي واحدة من الشخصيات الأساسيات الثلاثة. شخصية كتير غامضة وفيها كتير layers، فيها كتير لحظات مختلفة، عواطف مختلفة. الفيلم صنفته الرقابة اللبنانية فوق ال 18 سنة لاحتوائه على مشاهد جريئة. نحن دائما منفرج العنف بكل تفاصيله، بالذبح، بالقتل، بالأواس، ليش ما منفرج الحب بكل تفاصيله؟ أنا لإلي أحسن لي أنه صور فيلم مشهد حب من ما مثل مشهد فايلنس. أما رنين الشعار فكتبت ولحنت وغنت أغنية الفيلم. بغيابك يا حبيبي لا صوت ولا صدى. كان الشغل مش هين ابدا، لانه يعني فيليب كان عنده يعني ممكن نقول مداخلات انه اي آلات معينه، كان مش هين يعني، كان في شويه ستريس على الشغل، لانه غنيه الفيلم تختلف انتاجها عن انك تعمل غنيه لراديو او غنيه ببليك عاديه. وصديق رنين ايوان حرص انه يكون موجود ليدعم فريق العمل. بيجي لشجع السينما اللبنانيه وشجع كمان الموسيقى اللبنانيه. عرضت نور فتح الله 10 قطع من مجموعتها الرابعة بمعرض عروس عمان اللي صار بمسقط. الكوليكشن هي بتتألف من 30 قطعة، نحن عرضنا بس قسم منها، ويلي بحب يشوفها أكيد بيقدر يتابعنا ويشوف الكوليكشن الباقي. هالمجموعة تنوعت ألوانها وقصاتها وأيضا الأقمشة اللي استعملتها. استعملت نحن كتير نستعمل الكريب، لأنه الكريب هو مثل في كتير ستريتش بيشد الجسم، بيعمل الجسم الفورم الجسم كتير حلوة. استعملت جاكار، استعملت الدونتيل، استعملت توتريز كتير، بحس انه نوعت اكتر بالقماشات وكل قماشة لها ميزة معينة. ولكن المجموعة ما كان فيها فستان زفاف، فشو السبب؟ لانه انا هلأ كبداياتي عاملة فوكس بس على البريتا بورتية اللي عم بقدمه، وان شاء الله يعني مع الوقت بصير كمان بدخل ويدنج دريسز. نجوم كتار لبسوا من تصميمها، واخرهم كان ميريام فارس، داليا مبارك، دنيا بطمة، إلين سيغاغا وغيرها غيرهم، فعلى مين عينها. بحب انه لبس احلام، غير انه بحبها كفنانه، بس كمان بحس انه انا بقدر ابرز مواهبي اكثر، وبتخيل انه تصميمها ممكن تطلع حلوه عليها وتناسبها. اكيد نجوم مصر قدموا واجب العزاء بالشاعر سيد حجاب اللي توفي من أيام بعد صراع مع المرض، فحضر فاروق الفيشاوي، خالد النبوي، محمود الجندي، علي الحجار وفاروق فلوكس. سيد حجاب كان صديقي وكنت أعيش بداخله، عارف أنه قد إيه وطني ودنيه محب البلد. ومحمد هنيدي افتقدنا حاجة كبيرة أوي. ويحيى الفخراني اللي كتب له أهم تترات مسلسلاته ومنها ليالي الحلمية والليل وآخره، بالإضافة لليلى علوي. بنحب كلماته وأشعاره وأغانيه وحبه لمصر وحبه ووفائه لأصدقائه، الله يرحمه ويصبر كل اللي بيحبه. خسارة طبعا كبيرة لينا جدا جدا، لكن هو باقي فنه وبأعماله طبعا أكيد.